ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل: توقعات الجمعة الموافق 31 مارس، 31 آذار، 31/3/2023. هتبتدي تواجه النهاردة صعوبة في انك تعرف تتواصل مع الاشخاص اللي حواليك النهاردة. ممكن يومك يبقى مناسب عشان تنفذ التزامات مع شخص معين من اسرتك، بيعيش حاليا او بيشتغل في مكان تاني. هتبتدي تخضع كل علاقاتك مع الاشخاص اللي انت بتشتغل معاهم لشوية تطور في يومك ده. هتبقى بتتاح قدامك فرصة عشان تعرف تحقق كل توقعاتك المتعلقة بشغلك وبكل تفاصيلك. هتقضي النهاردة كتير من الوقت مع أحبائك في إنك تتكلم معاهم وتخوض معاهم تجارب حلوة مع أصدقائك. حتى هيبقى في توتر متعلق بإنك تستحيل تحقق خططك في اليوم ده بسبب مواجهات مع أشخاص عندهم شخصية صعبة جدا. هيبقى التواصل بيتطلب كل اللي انت بتتعلق بيه بشكل عام وبشكل صعب بالنسبة ليك ولصحتك والاهتمامك بنفسك انت النهاردة وأشخاص حواليك من بيئتك قريبين منك بنسبة كبيرة. اللي اتولدوا النهاردة في يومنا ده هيكون الفلوس، الماديات والاستقرار المادي والدخل بطريقة كبيرة أولويات حياتهم. في فرصة انك تحقق شوية تطور من الصدد ده، هتكون فرصة فردية جدا في الفترة دي. هتبتدي تحدد مشاعرك اللي هتبتدي تتأثر بتحديثات واخبار كتير هتبقى بتحصل مع معظمنا في اليوم ده بسبب تطور الاحداث اللي هيبتدي يحصل في يوم الجمعة واللي هيبقى بيأثر على علاقتنا في الحب وعلاقتنا بكل النساء اللي في اليوم. الخطط اللي احنا بنعملها كلها لمستقبلنا ممكن تبقى بتنطوي على قدر كبير جدا من المخاطرة وعدم اليقين في الاخبار اللي بتبقى بنتلقاها من كتير من الاحداث الغير سارة بالنسبة لينا، علشان هتبقى بتعمل احداث درامية كتير في العالم مش هتأدي الا اننا نزيد مخاوفنا وارتباكنا بشأن كل الحاجات اللي بنبقى بنخطط ليها في حياتنا في السنة دي وحتى في السنة اللي جاية، علشان نبقى بنحاول نبعد نظرنا عن المستقبل بشكل كبير. هتنشأ مواقف مش متوقعة في البيت مع كل أسرتنا من خلال الجيران والضيوف المش متوقعين، في سوء فهم وفي غلط حتى لو كنا النهاردة جاهزين لده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.